مراسلنا خالد عواس ينضم إلينا من الخرطوم، وينضم إلينا أيضا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. خالد، أبدأ معك وآخر المعلومات المتوفرة لديك بداية ميدانيا حول وضع الحدود. ميشيل، الهدوء الحذر ما زال يسود منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى على الحدود الشرقية للبلاد منذ الجمعة الماضي، حيث كان الجيش السوداني قد تقدم وسيطر على جبل أم الطيور الاستراتيجي والحيوي في هذه المنطقة بعد دفعه بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود الإثيوبية. طبعا هذا أتى بعد هجمات للميليشيات الإثيوبية وعصابات ما تسمى بالشفتة في هذه المناطق، وردها عن هذه المناطق وسيطر على أجزاء واسعة من هذه المنطقة. وتقول السلطات السودانية بالطبع إنها استردت هذه المناطق بعد نحو 20 عاما من فقدان السيطرة عليها. هناك أنباء عن حشود إثيوبية في المقابل، لكن لم تتقدم هذه القوات إلى داخل الأراضي السودانية. الجيش السوداني يؤكد أنه لن يتقدم داخل الأراضي الإثيوبية، بل سيحافظ على مواقعه ويعزز قواته في هذه المنطقة الحدودية. طبعا في أيضا الجانب السوداني يشدد على أهمية الوصول لاتفاق نهائي مع إثيوبيا على تحديد الحدود التي حددت سابقا منذ اتفاقيات ربما تعود إلى العام 1902، وهذا التحديد للحدود تم بموافقة إثيوبيا آنذاك الإمبراطور مينيليك والجانب البريطاني ممثلا للحكومة السودانية آنذاك تحت الاستعمار. هذا التحديد للحدود جرى قبل نحو 120 سنة، لكن طبعا هذه العصابات كانت تعبر الحدود، وكذلك مزارعون إثيوبيون كانوا يعبرون الحدود للاستزراع. عموما الجبهة هادئة، ويأمل السودانيون طبعا في استمرار هذا الهدوء إن شاء الله. وسط هذا الهدوء الحذر جابر، هل صدر من الجانب الإثيوبي أي مواقف رسمية تشرح ما جرى، أو أقله مؤشرات حول نوايا إثيوبيا للتباحث مع الجانب السوداني بهذه الأزمة؟ ميشيل، بالطبع كما أشار خالد بأن هناك هدوء في هذه المنطقة، وأن القوات الإثيوبية ليس لديها حضور هناك معارك في هذه المنطقة، ولم تقل أيضا أن منطقة الفشقة تلي إثيوبيا. إثيوبيا تقول أنها ستحل هذا القضية بالحوار والحوار المتبادل، وأنها ستبدأ أيضا صفحة جديدة مع السودان في العام الجديد، خاصة وأن صفحات السودان وإثيوبيا ما تزال حتى هذه اللحظة صفحات بيضاء فيها الكثير من التصافي والود بين الدولتين الجارتين، خاصة وأن أبي أحمد كان قد شارك في أن تمضي الأمور بشكل سلس في الحكومة الانتقالية في السودان، والسودانيين يحفظون ذلك لإثيوبيا ولأبي أحمد. لكن ربما في المقابل هناك السودان جابر، يعني الصوت غير واضح. شكرا على أي حال لك جابر منصور مراسلنا من أديس أبابا، ومراسلنا أيضا خالد عويس من الخرطوم.